السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة الدعم المدرسي، مرحبا بكم دائما على القناة. اليوم يعني كالعادة في إطار استعداد الامتحانات إن شاء الله، امتحانات الموحدة، عندنا هاد العمليات الأربع على الأعداد الكسرية، لأن غيعطيكم الجمع والطرح والضرب والقسمة ديال الأعداد الكسرية يعني في وضعية واحدة. أنا اختاريت لكم عاوتاني من نماذج الامتحانات يعني مجموعة من العمليات اللي فيهم أشياء يعني اللي شوية طويلة. بعض المرات انتم الا خدمتوا كتخدموا مثلا زائد وناقص وبيناتها قسمه، صافي يعني عمليه بسيطه يعني بحال هذه، ولكن هنا عندي العدد العشاري. صافي داكشي علاش اختاريتها لكم. وكاين العمليات اللي بحال هكا كتكون يعني مكونه من عدات عمليات، اختاريت هادو باش نخدموا عليهم ان شاء الله باش تعلموا كيفاش تخدموها. اما دوك العمليات يعني البسيطه راه كاينين في الفيديو اللي غنخلي لكم دائما رابط اسفل الفيديو اللي فيه باقي الـ يعني الـ الفيديوهات اللي كنراجعوا فيهم الامتحان. غير قبل ما نبداو، ملي درت لكم هذا الفيديو ديال التحويلات لقيت هنا شي متابع، شكرا ليه، نبهني على ان اخطات في الوضع ديال هاد 37، وفعلا رجعت تاكدت ولقيت فعلا انني اخطات هنايا في الوضع. صافي، لان دائما كنقول لكم ردوا معايا بعض مرات البال في هاد المسائل ديال الحساب او لا، هذه كيقدر يوقع سهو. اذا هنا حطيت تغلط وحطيت 37 هنا، مع ان السبعه هي الوحدات. انا كنقول لكم السبعه دائما هي الوحدات في الوحده، اذا هادو هما الوحدات ديال الديسيمتر مكعب. اذا هنا كان السبعه خاصها تحط، وثلاثه كان خاصها تحط هنا، وسته كان خاصها تحط هنا، وغيكون هذا هو النتيجه هذه. صافي، اذا هنا ردوا بالكم غير مع الوضع هنا اللي ترى فعلا وقع خطا. بالنسبه لهذه اللي فيها زائد، اللي سولوني على الزائد، راه بحال هذه وحال هذه، غير هنا دايرين زائد مباشره، هنا ما دايرينش زائد مباشره. هنا في جميع الاحوال راه حنا كنجمعوا هادو بثلاثه، حتى هنا كنجمعوهم، غير هنا عمليه زائد مكتوبه وهنا ما مكتوباش. وفي جميع الاحوال داكشي اللي كنطبقوه هنا كنطبقوه هنا، كنحطهم نجمعهم ونحولهم الى نفس الوحده، وكذلك هنا كنحطهم نجمعهم ونحولهم الى نفس الوحده. اذا غندوزو لهنايا، وفي نفس الوقت نراجعوا توحيد المقامات والاختزال وهذه المسائل. كما قلت لكم واخا كيكونوا فيديوهات اخرين، ولكن كنحاول دائما فيما خدمت معكم نراجع معكم. اذا هنايا عندي المعقوفات وعندي الاقواس وعندي، اذا باش غنبدا كما قريتوا في اولويه العمليات دائما كنبدا بداكشي اللي فيه الاقواس. اذا هنايا اش غادي ندير؟ غادي نخلي هاد المعقوفه بحال هكا ونبدا نخدم. غندير جوج على خمسة، غنبدا بداكشي اللي بين الاقواس، خصني نوحد المقامات. هنا المقام الموحد ماشي هو 4 في 2 8، راها صحيحه ماشي صحيحه، ولكن انت راه خصك في الاخر تختزل، راه غادي تحسب وتختزل، وخصك ما امكن تصغر الاعداد باش تخدم عليهم. اذا هنا اش كنلاحظ؟ كنلاحظ ان 4 من مضاعفات 2، يعني 2 ممكن تولي 4، فهاد العدد الاول ما كنقيسوش، غتبقى هنا 9 على 4. هذا غنرجع ليه ممكن في المقام ديالو يولي 4، لان ماشي دائما كنجي ندير المقام في المقام وهذا فوق البسط في المقام والبسط في المقام، ماشي دائما. هذيك في الحاله اللي كيكون المقامات ما بيناتهم حتى علاقه، وحنا نقدروا ما عرفتش انا واش كاينه في الاخر ولا لا شي مقامات ما بيناتهم تعلقه غنوريكم. ولكن ملي شي واحد كيولي ممكن يولي بحال شي واحد اخر، كنخلي هذاك الكبير مستقر في بلاصتو، نخلي 9 على 4 هنايا، وهذا ممكن يولي 4 الا ضربت في 2. اذا غنضرب البسط والمقام في 2، اذا 3 في 2 6، و 2 في 2 4، بلا ما تحتاج تكتب هنايا في 2 تحط 3 على 2 ودير فوق في 2 والتحت في 2. هذيك الخدمه هذيك صافي تجاوزتوها، ما بقيتوش ديروها. دابا نتوما في السادس نساو عليكم هذيك الخدمه ديال كتبقى دير هنا قسمه ولا كدير هنا فيه ولا لا، وحدتي المقام صافي راه باين 6 على 4، راه باين انك وحدتي المقامات. كنسد القوس، كنسد المعقوفه، كندير هنايا في، كنخدم هادو، غادي نقلب سميتو هي 2 على 3، هذه ممكن نقلبها من دابا في 4 على 1، هذه راه نخدمها بوحدها. واخا غادي نرجعوا السطر هنايا، غادي نحسبوا هادو، غتولي عندي هنا غنرجع هادو الاقواس، لان هذا غيولي عدد واحد. هنايا هي 2 على 5، نقدر ندير هنايا تساوي هادي 9 ناقص، عاوتاني بلا ما دير سطر ودير 4 ودير 9 ناقص 6، لانك غادي تطول عليك العمليه. مباشره كنحسب المقام هو 4، 9 ناقص 6 هي 3، كنسد هادي صافي غنحسبها دابا 2 في 4 8، 3 في 1 3. غنجي دابا خصني نوحد هاد المقامات، حنا دابا وصلنا لهذيك الحاله ديال قلت لكم المقامات ما بيناتهم حتى علاقه، الخمسه أربعة المقامات ما بيناتهم حتى علاقة. إذا ديك الخمسة ما يمكن تولي 4، 4 ما يمكن تولي 5، ما عندهمش شي قاسم مشترك. إذا اش غندير؟ غنضرب الخمسة في 4 في سطر واحد. شوف نتوما راه كتبقاو طولوا في الخدمة، اش كدير؟ كتجي هنايا
دير هي جوج في أربعة على خمسة في أربعة زائد ثلاثة في خمسة على أربعة في خمسة، وعاد تحسب. ما تبقاش تطول هنا، غير كطوال عليك العملية. هادشي اللي عارفو نتا طبقو مباشرة. كنضرب المقام في المقام، خمسة في أربعة عشرين، لأنكم كتولفو واحد ستيل ديال الخدمة كتبقاو غاديين عليه. البسط اش كيكون فيه؟ اذا كنضرب المقام في المقام، البسط في المقام، البسط في المقام. هادشي اللي كندير، كنضرب هادو في هذا، هذا في هذا، هذا في هذا. اذا جوج في اربعه 8 زائد 3 في 5 15. وما ننساش هاد في 8 على 3 راه كاين عاوتاني شنو كيدير؟ كاين اللي كيهز هاد هادي خدمه بوحدها ويدير تساوي، عاد وقت ما رشق 3 يهز، عاد كيجيب 8 على 3. راه داكشي اللي كاين قبل تساوي هو اللي خصو يبقى بعد تساوي. راه ما يمكنش نخدم هذه بوحدها تندير ليها تساوي عاد نعاود نهز هذه، الا اذا كنتي دير واحد الحاجه اخرى، تهز هذه تخدمها بوحدها، تهز هذه تخدمها بوحدها، عاد ترجع العمليه. حتى هذه طريقه ممكنه، اللي كيجي صعيب انه يخدم العمليه مره واحده فممكن يهز هذا الشيء اللي بين قوسين يحسبه، حتى تبقى لي غير العمليه، تبقى لي غير 23 على 20، يهز هذه يخدمها تبقى لي 8 على 3، عاد يدير عمليه الضرب اللي بغيتي. إذا تساوي ماذا؟ 8 زائد 15 هي 23 على 20 في 8 على 3. دابا عندك جوج الحلول، إما غتضرب عاد تختازل وغيكبر لك العدد وغتجيك صعيبة تلقى القاسم المشترك الأكبر وما غاديش تعرف دير الاختزال، أو لا كتختزل قبل ما كدير عملية الضرب. وأنا الحاجة اللي كنصح بها أنك دير الاختزال قبل ما دير عملية الضرب، صافي. لأن ملي غتضرب 8 في 23 غيكبر، 3 في 20 غادي تكبر، ما غتبقاش عارف القاسم المشترك. اذا شنو غادي ندير؟ كنشوف الفوق والتحت، واش كاين شي عدد من الفوق عنده شي علاقه مع شي عدد من التحت، يعني واحد عندهم نفس القاسم ولا شي حاجه. 23 هذا ما عنده حتى علاقه لا ب 20 ولا ب 3، ولكن 8 زوجي وال 20 زوجي عندهم اصلا واحد القاسم مشترك اللي هو 4. اذا هذاك القاسم المشترك اللي هو 4 غنبينه. اذا هي 23 على 20 هي ماذا؟ هي 5 في 4 في 8 هي اشنو؟ هي 4 في 2 على 3. اذا فككت هذا وفككت هذا، دابا غنختازل. 4 من الفوق غتمشي مع 4 من التحت تساوي. اش بقى لي الفوق؟ 23 في 2 هي 46، و5 في 3 هي 15. الا ضربتي، الا بقيتي ضربتي 23 في 8 وهذه وكبر لك العدد، فغتجيك صعوبه انك تلقى الأربعة هي القاسم المشترك، خصوصا لما كنتيش ضابط القواعد ديال المضاعفات والقواسم. إذا من الأحسن إلى بالك شي حاجة ممكن تختازل من الفوق ممكن تختازل مع التحت، اختازلها قبل ما تخدم. غادي نجي هنا اثنان أحسب، أحسب وأختزل، ولا أحسب وأختزل ما يلي. بعض المرات كيعطيوكم عدد عشري بلاصة عدد كسري كما شرحت ليكم في الفيديو ديال هذا ديال التحويلات. إذا قلنا واحد الأعداد كسرية خصك تكون حافظها شحال كتساوي، وأعداد عشرية حافظها شحال كتساوي. إذا قلنا 0.25 و 0.5 و 0.75، هادو خصهم يكونوا محفوظين عندك. هي واحد على أربعة، هي واحد على جوج، هي ثلاثة على أربعة، هادو خصك تكون حافظهم. تشوف هادي تحط هادي، تشوف هادي تحط هادي. إلا عطاوك هادي في التحويلات كما وريتك، قلت لك لأن التحويلات بعض المرات يقدر يعطيك بعدد كسري، انت خصك تحولو الى عدد عشري. الا عطاوك من غير هادو مثلا يعطيوك مثلا 1.3، لا يعطوك مثلا 1.3. اذا هذا عنده رقم واحد من بعد الفصيله، كنحيد الفصيله وكندير على 10. اللي عنده رقم واحد من بعد الفصيله كنحيد ليه الفصيله ونكتبو على 10. اللي عنده جوج مثلا 1.33 غنكتب هي 133 على 100، فهم؟ على حسب عدد الارقام بعد الفصيله، على حسب عدد الاصفر. ولكن الا عطاوك هادو اللي معروفين ها باش كتعوضهم. لان هنا 0.5 ما غنكتبهاش هي 5 على 10، لان 5 على 10 راه هي 1 على 2. اللهم نكتبوا انا مختزل من الاول، علاش غنكتبوا 5 على مثلا ملي غيعطيك 0.75 علاش غنكتب هي 75 على 100؟ وشو الفرق بين 75 على 100 و 3 على 4؟ 3 على 4 مختزله وسهله في الحساب، ولكن 75 على 100 راه كبر لي العدد بزاف، ولا ضربتو شي عدد اخر راه غيكبر وغنولي حاصل في الاختزال. اذا هادي غنكتبها هي ماذا؟ قلنا ممكن تهز هادي تخدمها بوحدها وهذه تخدمها بوحدها، عاد ترجع للسطر ودير العمليه، ممكن تخدمهم في نفس السطر. اذا هادي هي 1 على 2 زائد 2 على 3، قسمه ماذا؟ قسمه
3 على 2 ناقص 1 على 4. دابا غادي نبدا نوحد في المقامات، واخا؟ اذا هنا المقام المشترك هو ماذا؟ 3 و 2 ما بيناتهم التعلقه، اذا غادي نخدمهم مره واحده في السطر. 3 في 2 هي 6، هذا هو المقام المشترك. غنضرب الواحد في 3 هي 3، زائد 2 في 2 هي 4. غنجي هنا ندير قسمه، نوحد هنا المقامات، المقام المشترك نخلي هذه بالقوسين باش تبان لكم ماشي مشكل. اذا الجوج ممكن تولي 4، اذا 1 على 4 ما غاديش نقيسها، هذه غنضربها في جوج الفوق والتحت غتولي هي 6 على 4 تساوي. هنا غتولي عندي 4 زائد 3 هي 7، اذا 7 على 6 قسمه ماذا؟ 6 ناقص 1 هي 5 على 4. ماشي بالضروره حتى ندير ليها السطر ونكتبها 6 ناقص 1 والتحت 4، مفهوم؟ اذا هذه هي 7 على 6 في 4 على 5. هنا كنلاحظ ان 4 و 6 ممكن نختزلهم، صافي بالاثنان ممكن نقسمهم على اثنان بجوج، شتي باش يبان لكم؟ ممكن تما نقسم على 4 تقسم على اثنان و 6 تقسم على اثنان، اذا هنا القاسم المشترك اللي غيكون عندي في الاخر هو اثنان. اذا نحاول نكملها لكم هنايا. اذا اما هاد الاربعة تفككها، هي جوج في جوج و 6 هي 3 في جوج وتختزل جوج مع جوج ويبقى لك الفوق 7 في جوج هي 14، والتحت غتبقى 3 في 5 هي 15. هذه هي العدد المختزل، وهذه هادشي ممكن تكتبو عاوتاني مفكك، غير انا ما بقاش ليا هنايا فين، يعني غدير هي 7 في 2 في 2 والتحت 6 غتحولها هي 3 في 2 في 5 وغتختزل بالاثنان الفوق والتحت. ولا هنا ملي غيبان لك ان هذه غتقسم على 2 وهذه غتقسم على 2 وغتعرف ان هذاك هو القاسم المشترك، غدير 7 في 4 هي 28، 6 في 35 وديك الساعه غتختزل بأربعة، ولا داعي انك دير ديك قسمه 4 قسمه 4 هنا، ماشي بالضروره، صافي ماشي بالضروره، يكفي انك غتقسم على 4 غادي يعني غتقسم على 2 عفوا هي 14 وهنا على 15، بلا ما تكتب انك قسمتي على ماشي على 4 وانما على 2، ما تحتاجش تكتب قسمه 4 مباشره، هذا العدد يساوي هذا العدد. غندوزو الان لهذ العمليه الاخرى حتى هي اللي فيها يعني فيها بزاف ديال العمليات وبزاف ديال المهم الاقواس، وهذه غادي نخدموها حتى هي. اذا هنايا غنخلي معقوفه ندير 1 على 2 في، هنا خصني نوحد المقامات، واخا هنا كنلاحظ ان 12 من مضاعفات 4، يعني الاربعه ممكن تولي 12، ما تجيش وتضرب 12 في 4، الله يرضي عليكم راه كاين فيديو خاص ديال توحيد المقامات وشارحه فيه هادشي بالتفصيل، وراه هادشي تابعكم في الاولى اعدادي وكتبقاو حاصلين فيه، فمن الاحسن تضبطوا هاد المسائل من دابا وتطلعوا ان شاء الله ناضي الى ودابا لك نتوما مزيرين بالامتحان، المهم غتراجع شويه وان شاء الله في العطله راجع على راحتك. اذا هنايا غادي نرجع هذه 12، اذا غنضرب الفوق والتحت في 3، صافي. اذا 3 في 3 غتعطيني 9، 4 في 3 غتعطيني 12، زائد 5 على 12 هنا ناقص 2 على 6، تنخدم داكشي اللي بين قوسين راكم قريتو اولويات العمليات، هنا قسمه 5 على 4 ياك تساوي، هنا غتجيني هي 1 على 2 صافي، لان غنحيد الاقواس في 9 زائد 5 غتعطيني 14 على 12 ناقص 2 على 6 هذا القوس، هادي غنرجعها في 4 على 5 ونقلب. دابا هنا عندي الضرب وعندي الطرح، اشنو نسبق؟ شي هنا في كاين الاشكال، كاين اللي غيجيب غير واحد المقامات هنا بين 6 و 12 غادي يجيب غير واحد المقامات، الا شكون هو اللي كيسبق في العمليات؟ الضرب والقسمه كيسبقوا، عاده كيتبعهم الطرح والضرب، صافي الطرح والجمع. اذا شكون اللي كيسبق ملي كيكون عندي عده عمليات؟ وهذا الشيء حتى هي كتقراوه ان شاء الله في الاولى اعدادي، يعني الاسبقيه ديال العمليات، دائما الضرب والقسمه كيسبقوا، عاد كيجي الطرح والجمع. اذا شنو غنديروا؟ هذه بعدا قبل ما نخدمها غنختزلها، عمري ما نخدم بالعدد كبير، بان لي 14 مع 12 عدد قابل للاختزال، غادي نختزلو وعاد نخدم. انا غندير التساوي هنا وغادي ندير لك هي 1 على 2 في 7 على 6، لان قسمت على 2 باش يجيني العدد صغير، ناقص 2 على 6 في 4 على 5 باش يجيني العدد مختزل ونتهنى. دابا غادي نضرب 1 في 7 7، 2 في 6 12 ناقص 2 على 6 في 4 على 5. هنا غنوحد المقامات، 6 ممكن تولي 12، شتي هو بدا كيسهل عليا. اذا هذه غنخليها هي 7 على 12 ناقص غنضرب هنا في 2 هي 4 على 6 في 4 على 5، كان عليا نرجع هنا ونخدم ما علينا. اذا هنا 7 نكملها هنا
سبعة ناقص عندكم سهم، سبعة ناقص أربعة هي ثلاثة، على لا شنو درت أنا ما وحدتش هنا ما كتبتش 12 عفوا، إذن هي ثلاثة على 12 في أربعة على خمسة. شنو كنلاحظ هنا عاوتاني قبل ما ندير عملية الضرب، كنلاحظ أن أربعة مع 12 ممكن تختزل، إذن هذه شنو هي، هي ثلاثة على أربعة في ثلاثة في أربعة على خمسة، إذا مشات الربعة مع الربعة، هنا اش كيبقى بلاصتها واحد، يعني ثلاثة في واحد ثلاثة، وهنا الخمسة في ثلاثة، لا مشات ثلاثة تبع ثلاثة، إذا هنا ما بقاش ثلاثة، هنا بقى واحد، إذا هنا بانت ثلاثة تختزلت مع ثلاثة، والربعة تختزلت مع الربعة، بقى واحد في واحد واحد، وخمسة في واحد خمسة، إذا في الأخر ها هو العدد المختزل، أما إلا خليتي هنا 12 وهذه رجعتيها 12 وخدمتي بالعدد كبير غتجيك عاوتاني غيجيك العدد كبير وتقدر ما تلقاش القاسم المشترك الاكبر. اذا كنتمنى تعاودوا تدربوا على هذه العمليات، هذه بقى هذه العمليه الاخيره هي فيها ثلاثه ديال هذه، خدموها حتى هي هنا عندي ثلاثه ديال العمليات، اذا ضرب وطرح وقسمه كلهم بعمليه الجمع. اذا غنجي هنا هادو غادي نضربهم في بعضياتهم، غتجيني هي 5 على 12 مباشره، زائد هادو غنوحد ليهم المقامات، صافي واحد المقامات مره واحده، 4 في 3 لان ما بيناتهمش علاقه، 4 في 3 12، 5 في 3 15، ناقص 4 في 2 8، زائد هنايا الضرب غادي تولي القسمه غتولي ضرب، هي 7 على 6 في 5 على 2 تساوي، هي هنا عندي 5 على 12 زائد 15 ناقص 8 غادي تبقى لي 7 على 12، زائد هنا لا ضربت 7 في 5 تعطيني 35، 6 في 2 12، لاحظنا ان عطانا مقام مشترك واحد. اذا غندير 35 زائد 5 40 زائد 7 47 على 12، غنشوف هل هذا العدد قابل للاختزال، اذا هذا هذا زوجي وهذا فردي، لا غنجمع المجموع ديال الارقام، هذا 7 مع زائد 4 11، وهذا 2 زائد 1 3، اذا هذا مضاعفات 3، هذا من مضاعفات ديال حتى حاجه، اذا هاد العددين غير قابلين للاختزال مع بعضياتهم وغيعطيني هذا الجواب هذا. اذا كنتمنى كالعاده تكونوا استفدتوا، واي حاجه خليوها لي في الكومونتير، اللي كنتو محتاجين شي درس واحد اخر انا كنحاول ما امكن نسجل لكم يعني الاشياء اللي فيها الفائده وغتستافدوا منها، وهذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.